مفاجأة الساعة السابعة، تأليف ميادة بنت فهد الفريح ورسوم مي بنت علي السعوي. نجحت شوق من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني، ونجح أخوها إبراهيم من التمهيدي إلى الصف الأول. قررا بمناسبة نجاحهما أن يقيما حفلة ويدعوا أصدقائهما، وبعد استشارة والديهما وجها الدعوة إلى أصدقائهما لحضور حفلة نجاحهما يوم الخميس عند الساعة السابعة. يسرنا دعوتكم لحضور حفلة نجاحنا، وذلك يوم الخميس عند الساعة السابعة. شوق وإبراهيم. في يوم الخميس وعند الساعة الرابعة عصراً، علق إبراهيم مع والده الزينة الكهربائية التي تشع ألواناً جميلة على الأشجار. قال الأب: أطفئ الزينة يا إبراهيم، ولا تشعلها إلا عند قدوم الأصدقاء. لكن إبراهيم تركها مشعلة بعد ذهاب الأب ليستمتع بألوانها المشعة على الأشجار. أما شوق فعند الساعة الخامسة عصراً أخرجت جهاز التسجيل ووضعت داخله شريط الأناشيد وتركته يشتغل، وقالت لأمها إنها ستجعل للحفلة أجواء خاصة، وذلك بصوت الأناشيد الذي سيصدح طوال الحفل. في الساعة الخامسة والنصف دخل إبراهيم الغرفة وارتدى ملابسه استعداداً للحفل. خرج من غرفته وترك النور مشعلاً. عند الساعة السادسة دخلت شوق المطبخ لتساعد أمها في صنع الكعكة. وضعت الأم البيض والسكر والزيت في الخلاط الكهربائي، ثم أضافت شوق الدقيق إلى الخليط السابق، ثم وضعتها في القالب. وفي الساعة السادسة والنصف وضعت شوق قالب الكعكة بالفرن الكهربائي بعد تزييني بحبات الشوكولاتة الملونة. وعند الساعة السابعة بدأ أصدقاء شوق وإبراهيم يتوافدون، فاجتمعوا في حديقة المنزل التي كانت تشع بالزينة الكهربائية المعلقة على الأشجار، وصوت الأناشيد يصدر من المسجل. ثم حصلت مفاجأة. ماذا تتوقعون المفاجأة التي حصلت في الساعة السابعة؟ لقد كانت مفاجأة غير سارة. لقد انطفأت الكهرباء في المنزل وعم الظلام. أسرعت الأم تبحث عن الشموع لتنير مكان الحفل. تجمع الأطفال حول الطاولة التي وضعت عليها الأم الشمع. ذهبت شوق لتحضر الكعك، لكن الكعك لم ينضج بسبب انقطاع الكهرباء عن الفرن. فوزعوا البسكويت والعصائر على الأطفال، ثم التف الأطفال حول الأم التي جلست تحكي لهم حكايات وقصص لتسليهم. لم تسر الحفلة كما خطط لها إبراهيم وشوق بسبب انقطاع الكهرباء، إلا أن الأطفال استمتعوا بحكايات الأم ولعبوا حبشة على ضوء الشموع.